ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي أشرف العشري مدير تحرير جريدة الأهرام. برحب بحضرتك يا فندم في برنامج خبر اليوم. أهلا، مساء الخير. هناك ثلاث محاور رئيسية في لقاء الرئيس بملك بلجيكا الذي أشاد بها، وهي ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بمحيطها الإقليمي. كيف ترى هذا التقدير؟ كل تأكيد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم لبلجيكا التي بدأت بالأمس وتنظيمات المحور الأول من حيث السعي نحو تعمير العلاقات المصرية البلجيكية وما تنتقل إليه في المرحلة الثانية غدا الخميس والجمعة في القمة الأفريقية الأوروبية. أعتقد أنها الزيارة الأولى لبلجيكا وتحمل كثير من الإشارات وأيضا المعطيات الإيجابية نحو تنظيم وتعمير العلاقات. طب لو تحدثنا أكتر عن الجانبين السياسيين، يعني الجانب السياسي والاقتصادي لهذه الزيارة، ما أهم ما لفت نظرك كمراقب؟ ألو؟ حضرتك سامعني أستاذ أشرف؟ سامعني؟ أنت حضرتك سامعني؟ أنا سامعك كويس، أه سامعك. لو تحدثنا عن الجانبين السياسي والاقتصادي لهذه الزيارة، ما أهم ما لفت نظرك كمراقب؟ بكل تأكيد أعتقد أن هذا يمثل خطوة إيجابية في استمرار مسيرة تدعيم العلاقات المصرية البلجيكية، وأعتقد أنها سيبنى عليها في المرحلة القادمة كثير من المحاولات الجادة نحو تعميق الشراكة المصرية البلجيكية على المستوى السياسي، باعتبار أن بلجيكا تحتضن الاتحاد الأوروبي ولديها درجة كبيرة من الحضور في المشهد الأوروبي، ومن شأن هذا اللقاء وهذه القمة سيكون لديها ما بعدها من سعي من قبل مصر وبلجيكا نحو أفق أوسع وأرحب للعلاقات على المستوى السياسي، وستنعكس أيضا في مشروعات التنمية الاقتصادية بين البلدين وزيارة الاستثمارات البلجيكية في هذه المرحلة، وسيكون لبلجيكا دور رائد المرحلة القادمة في مجمل المشروعات الاستثمارية، خاصة أن لدى مصر تاريخ حاسم في السنوات السبع الماضية من النجاح والاستقرار السياسي والاقتصادي، وأيضا أولوية مطلقة في تعزيز علاقات التفاهم على المستوى الاستثماري والتجاري الذي من شأنه أن يمثل قاطرة لعلاقات مصرية أوروبية قوية في المرحلة القادمة، بما يمثله الزخم المصري في إقليم الشرق الأوسط، وأيضا رؤية بلجيكا أن مصر هي حجر الزاوية الرئيسي في استقرار هذه المنطقة، وهي المنطلق الأول والحاضنة لإمكانية أن يكون هناك بالفعل انفتاح شرق أوسطي مصري على أوروبا في هذه المرحلة، وبالتالي بلجيكا ترى أن القاهرة هي الركيزة التي من خلالها يمكن أن يكون لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا في المقام الأول كثير من الحضور وكثير من التعاطي مع قضايا الإقليم، وأيضا توفير استحقاقات التفاهم بين الجانبين المصري والبلجيكي ينعكس إيجابا على القارة الإفريقية في المرحلة القادمة، باعتبار مصر المعبر الرئيسي نحو القارة الإفريقية والدولة الرائدة في هذا الإقليم.